عندنا كذلك سؤال من عند أم صفاء اللي كطلب منا وصفة على الحفار القديمة في وجهها، شي وصفة اللي تكون سهلة وباش تحيد لها يعني ترمم البشرة ديال الوجه، وكذلك هناك طلب ديال الوصفة لشد البطن وتصغير الثدي. نعم. علما أنها كترضع. نعم. إذا الوصفة السيكاتريس أو سيكاتريزونت أو مزيلة لهذ الآثار ديال يعني البتور ياك. نعم، ديال الحفار ديال الحبوب ولا أي سيكاتريس. باش كيبقاو داك الآثار هكاك محفورين في البشرة؟ كيبقاو محفورين لأن ملي كيكون الحبوب مثلا في الإنسان كيبدا كيفقصهم، يعني كيبدا يقيسهم في ديك الفترة عفوا ديال الحب الشباب كيبدا يقيسهم بيديه. أنت ملي كتبدا تقيسهم بيديك وكتوسع راه كتوسع المسام. نعم. يعني كتخلي دوك المسام كيتسعوا، ومني كيخوى داك الشيء وما كيبقاش كتبقاو دوك المسام متسعين بحال هكا. اذا حنا باش نرجعوا نرموا البشره ترجع للحاله الطبيعيه ديالها، غادي نستعملوا غذاء ملكه النحل معلقه صغيره، جوج معالق كبار ديال العسل الحور، وجوج معالق صغار ديال زيت اللوز الحلو. اذا معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل، جوج معالق صغار ديال زيت اللوز الحلو، وثلاثه معالق كبار ديال العسل الحور، كتخلطوهم في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان وكديرهم يبردوا. هاد الوصفة هادي كدهنوها على البشرة ديالكم بواحد المساج ديال 5 دقائق، كتخليوها نص ساعة ومن بعد كتغسلوها. العملية كديروها 3 مرات في الأسبوع وكتداوموا عليها مدة ديال 4 شهور، وإلا كان هادشي قديم غادي نداوموا عليها مدة ديال 6 شهور. نعم. وهكا غادي تساعدنا بالنسبة